لاست هارت هي يعني تعرف الثقافة العراقية وقد هضمتها جيدا، وتعرف الكود كود أسرار وشفرة يعني الطبيعة العراقية. لذلك من أهم أسرار هذه الزيارة كانت هو أن لا يكون هنالك إعلام مسبق عنها، وأن تستغل وكي لا تستغل بطريقة أو بأخرى من قبل وسائل الإعلام التي يراد منها يعني الاصطياد بالماء العكر، أو أن تجير زيارتها لطرف على حساب طرف آخر. ولذلك كانت هي زيارة معلنة، ولكن بنفس الوقت رغم ذلك ورغم هذه الزيارة هنالك أطراف أخرى قد دفعت باتجاه أن يتزعزع الوضع الأمني بالعراق، على اعتبار بأن الكثير من الأطراف الدولية والإقليمية ولديها امتدادات في الداخل العراقي، وأدى ذلك إلى أن تكون الورقة الأمنية وورقة القوت هي من إحدى الأوراق المهمة التي تلعب بها بين فترة وأخرى. لذلك أقول الاستقرار الأمني هو قد شهدته البصرة منذ عام 2014 ولحد هذه اللحظة، ولم تكن هنالك أي نوع من الخروقات رغم التصعيد الذي حدث بين فترة وأخرى، التصعيد السياسي أقصد، وعلى الرغم من يعني المشاكل والنزاعات العشائرية التي حدثت هناك، ولكن نظر